امرأة تزوجت منذ 15 عاماً لم تنجب سوى طفل واحد بعد مرور 6 أعوام من زواجها، وظلت 6 أعوام أخر لم تنجب حتى من الله عليها بأربعة توائم دفعة واحدة، وجميعهم يتمتعوا بصحة جيدة. أعرب الوالدان عن سعادتهما البالغة بما من الله عليهما به، راجين أن تعينهما الدولة ماديا للإنفاق على التوائم نظرا لمحدودية دخلهما في ظل تضاعف الأعباء المادية في الفترة الراهنة. بعد مولاد الأربعة ما فيش طبعا لبن بعد الولادة على طول، قعدنا نصرف أكتر من 15 يوم لبن من الصيدلية، أجيب العلبة ب100 جنيه، العلبة بتكفي يوم واحد، أجيب علبة الكادلس هما يومين اتنين، العلبة 90 جنيه برضو، أقل كشف حوالي 70-80 جنيه الواحد. للواحد للواحد طبعا أربعة. وهما كل ما زمان شاف كده في الشتاء كل أسبوع مرتين مرة حسب ما تعب. والدكاترة بيحاسبوك بالطفل؟ أيوة ما هما دكاترة بياخد على الحد، هما باصين هو موظف، احنا لفينا كتير ورحنا الصحة ورحنا اسماعيلية ورحنا المستقبل وبعتنا المستقبل وبعتنا حتت كتير، لفينا كتير. قولك هو موظف، طب الموظف ده حضرتك يعني ايه هيقدر يصرف على 4 أطفال؟ احنا موظفين بس شوف انت الموظف بياخد كام. بتوع الصحة يقول لي مفيش، لا احنا لما يجي لنا من برا لما حد بتاع مسؤول يجي يجيب. قلت لهم مسؤول ازاي يعني يجيب؟ ازاي مسؤول يجيب؟ هو المفروض في الصحه يكون في كل حاجه، توفر كل حاجه. يقولوا ما فيش، لسه ما يجي راجل اعمال يجيب. فزهقوني في عش، خد بعض رحت ماشي. شهر البرد والسقعه ده دايو فيه عليا 1500، جايبه شكر من صيدليه ب 2500، من لبن ما بيكفيش ودواء بس. الاستاذ شريف بيعاني خالص من الكادلز ومن العلاج بتاعهم غالي، والكادلز طبعا بتاعهم غالي خالص. العلبه دلوقتي كانت ب 80 مثلا، دلوقتي بقت ب 90. العلاج غالي طبعا عشان خاطر الدولار والكلام ده كله غلى كل حاجه علينا. بعتها الصحه وقعدوا يصوروا فيهم وخدوا الشهادات وخدوا كروتا وخدوا حاجات وقالوا كل شهر هنصرف لكم. شهر واحد اللي صرفه لي، تاني شهر نقول لهم لا انتوا مالكوش الا حصه كل 4 شهور. دكتور دلوقتي مصاريفه يعني الروشتة بتكلف لها 100 جنيه، ما دول 4 عيال بتقطع كشف والروشتة بتاعت العيل 100 جنيه على طول. فيعني ما فيش اي اهتمام خالص من الصحة، ما فيش اي حد بيساعد. الشهر اللي فات قالوا لي الكمبيوتر بايظ، اروح اتخانق معاهم عشان خاطر ياخد اللبن. يقول لي الكمبيوتر، قلت لهم سجله عندك، سجله. ضيعوا مني حوالي 10 علب. عايز الدولة بس تتكفل بالأطفال دي لغاية حتى سنتين، لما يكبروا حتى سنة حاجات بس ويمشوا، لأن ما خلاص راحت تعب وزي من البشر والناس. لبن وكادلس وعلاج يساعدوني فيهم، أنا مش أقول لهم وفروا لي في كل حاجة، يساعدوني فيهم بس مش أكتر.